خذ راحتكم بس عندك الكاس يعني علي ارجع لورا خلي بدات خلي بدات لورا شباب ارجع What would be the excuse? The chairman of the court. So he would have taken a... All I can say is I've got a message for Abu Rani. That's it. راح نحتفظ بيها مش راح نخليها راح تضل ايش هون كان هيدا المقطع هذا هذا القاعه هذا القاعه كان يحكي انه اليهود انها الأخ أبو فادي هو اللي مخلص الصواريخ We know and we understand. It was important for the rest of the world, not just the Palestinians and a few friends, for the rest of the world to understand the real position. That's why we are here. احنا من المهم جدا انه كل بقية العالم يفهم ايش بصير واحنا بدنا ننقل الصورة وعشان هيك احنا موجودين هنا. It was for the 209 confederations to understand exactly what is happening. That's why I've come. هو مهمته انه ينقل الصورة للاتحادات القارية في الفيفا وعشان هيك هو موجود هنا. The Palestinian Football Association brought a message to the FIFA Congress for the suspension of Israel. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حمل رسالة لمؤتمر الفيفا بخصوص طرد أو تعليق عضوية إسرائيل من الفيفا. And Congress established this committee to give this initiative one more chance. والفيفا أو الكونغرس تبع الفيفا أسس هذه اللجنة عشان يعطي فرصة أخيرة لحل هذه المشكلة. So the report of this يعني. The report of this committee becomes the final report which will make FIFA to make a decision. والتقرير هذا اللي حيحمله هو حيكون التقرير النهائي لكي تتخذ الفيفا القرار فيما سيحدث بعد ذلك. I'm here also to say that we have come to pave the way for the visit of Gianni Infantino. وهو the new president of FIFA. إنه موجود هو هان لتعبيد الطريق لزيارة رئيس الفيفا. I spoke with him yesterday. وتحدث له بالأمس. He will be arriving here. وسيصل رئيس الفيفا إلى فلسطين. This is his association's office. وهو هذا مكتبه، مكتب رئيس الفيفا. And it is the responsibility of the president to come and see what I have seen here as well. ومن مسؤولية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يرى ما شاهدته هنا. What we see here is pain, pain. ما رأيته هنا هو ألم، ألم. Peter. التي تمثل كل المجتمع الفلسطيني وأننا في قطاع غزة للأسف هذا الحصار الظالم مين من بعد؟ هم كانوا اثنين زي ما حكينا قبل شوي احنا في زيارة تاريخية لممثل من مختلف الأمور وبالذات بالنسبة للرياضة